أكمل على مثال السبلايز بس لأنه قطع الفيديو على آخر المثال. هلأ إحنا حكينا هنا على اللوازم، الشركة اشترت بواحد عشرة لوازم بقيمة 2500. هذا الحكي أمتى؟ بواحد عشرة. هلأ بواحد عشرة عدينا المخزون، عملنا جرد، تبين معي إنه ضايل بالمخزن 1000. يعني حكينا on October 31 an inventory count reveals that بين أو أظهر لنا that 1000 of supplies are still on hand. Are still on hand يعني اللي موجود عندنا بالمخازن عبارة عن إيش؟ عن 1000 من اللوازم. فهلأ زي ما حكينا إحنا بواحد عشرة شارين 2500، بواحد تلاتين عشرة ضايل عندي 1000 بالمخزن. يعني إحنا صارفين من لما اشترينا أول الشهر لآخر الشهر صارفين 1500، اللي هي 2500 إحنا اشترينا ناقص 1000 سوري ضل معاي 1500. هاي 1500 expensed انصرفت، راح من عندي من المخازن. هاي 1500 اللي انصرفت من اللوازم لازم نعمل فيها قيد. هذا الرصيد اللي اشتريناه أول إشي بواحد عشرة، وهذا الرصيد اللي ضايل، هذا المتبقي، متبقي 1000. إحنا إيش عملنا؟ طلعنا قديش مستخدمين. هذا 1500 اللي هو expensed أو ممكن نحكي عنه used، مستخدم. دائما القيمة اللي استخدمناها من السبلايز هي اللي بنعمل فيها قيد تسوية. السؤال رح يعطينا قديش كان الرصيد القديم وقديش الرصيد اللي ضايل أو الرصيد اللي استخدمناه. إحنا بنعمل بالرصيد المستخدم.